كشيء مثبت علمي ما في أي عشبة أو زنجبيل أو ثوم أو فيتامين سي ممكن ناخذها كوقاية من الكورونا أو كأنك تقوي جهازك المناعي أو تعالج. طبعا هذيل إحنا جهازنا المناعي شوية معقد، يعني ماكو حبة أو عشبة أو دواء راح يعمل لي الفارق أو يعمل لي تغيير جذري أو إنه يكون يعني شيء وقائي لمرض الكورونا. فالناس اللي قاعد تاخذ فيتامين سي كل يوم هذا ما له معنى، لان اصلا انت ما قاعد تعمل وقايه من الكورونا ولا قاعد تقوي جهازك المناعي يعني مرحله معينه. ماكو اي عشبه ولا اي يعني حتى الفيتامين سي في دراسات تقول ان في ياخذون جرعات عاليه بالوريد للناس اللي فيهم كورونا ولم يثبت يعني ان شافوا من المرض.